And the next presentation for Professor Dr. Sonia Adolf, pediatric hematologist in the National Research Center and Secretary General of the Egyptian Society. And she is going to talk about hemophilia in Egypt and what we need. And really, we need a lot. مساء الخير. نعم نعم وطنيين. لا لا ده انا هقول كلام هيبسطك يعني. هو ثانك يو. طبعا الدكتوره امال دعيتنا النهارده ان احنا نتكلم عن فعلا يعني هو ده ديسكشن احنا المفروض كنا نشترك فيه كلنا. يعني احنا از هيماتولوجيست dealing with treatment of bleeding disorders والهيموفيليا بنقابل challenges كتيرة قوي وعندنا مشاكل. طبعا عندنا مشاكل فلازم كنا يعني كل واحد يعني انا هقول اللي هي ده من يعني شوية كده points هي زي brainstorming وممكن بعد كده حضراتكم كل واحد يقول اللي فعلا بنواجهه. يعني What is the current situation? هو احنا ك الجمعيه اللي هو Society of Hemophilia اللي هو Egyptian Society of Hemophilia we are trying to be an important pillar for the hemophilia care in Egypt. المشن بتاعتنا ان احنا to improve the situation and sustain the care for people with hemophilia and hereditary bleeding disorder. التولز بتاعتنا يعني اول حاجه طبعا بنقولها اللي هي الاكيوريت دايجنوزيس لان زي ما الدكتوره نجلاء قالت ان احنا لو الحاله مش دايجنوست كويس ممكن ان احنا نقعد ندي حاجات غلط كتير وفعلا احنا بيجي لنا حاجات كتيره قوي بتبقى ميس دايجنوست. احنا وي بيرفورم ذيس لاب دايجنوزيس فور اول بيشنتس فري وبنقبل كل الريفيرلز من كل الجمهوريه وكل السنترز واحنا في كولابوريشن بيننا وبين اول الهيموفيليا تريتمنت سنترز اول اوفر ايجيبت. انكريز ذا ميديكال اند بابليك اويرنس اباوت ذا هيريديتري بليدنج ديس اوردرز وفعلا زي ما قلنا الاويرنس هو اهم حاجه. ميديكال اند سوشيال سبورت اند كونسلنج فور بيشنتس اند فاميليز. Establishing an enrichment of the national registry, which is counted within the World Federation of Hemophilia Global Survey. كل ما بنقدر احنا we approach decision makers بأول سؤال كام العدد قد ايه مشكلتكم يعني قد ايه الامباكت بتاعها فمهمة قوي عشان نوصل لسولوشنز ان احنا نبقى عارفين ال proper numbers. فأهم حاجة الريجستري والريجستري ده احنا يعني بنشتغل عليه احنا وكل our allies من الهيموفيليا تريتمنت سنتر اللي بيعملوا لنا بيبعتوا لنا for referrals. الريجستري up to وده من ال World Federation of Hemophilia Global Survey وده العدد بتاعنا اللي اتسجل لحد 2018 عندنا 7855 cases. كل البليدنج ديس اوردرز هيموفيليا A هيموفيليا B فون فيليبراند وكل البليت ديس اوردرز والرير بليدنج هيريديتري ديس اوردرز طبعا الماجوريتي عندنا هم هيموفيليا A عندنا 4885 patients. هيموفيليا B أقل 1143 فون فيليبراند أقل وده طبعا under estimated we need more يعني outreach and more work about to reach the proper number وال other hereditary bleeding disorders 1244 طبعا لما زاد عندنا ان احنا في يعني عملنا الفتره اللي فاتت كان في مجهود كبير في ان احنا how to reach
البيشنتس ان احنا نعمل للفاميليز بتاعتهم, وكمان لما بيبقى في اكسس للتريتمنت, فمع ان احنا بناخد دلوقتي ثرو الجاب بروبلم بروجرام احنا عندنا بناخد اكستندد هاف لايف برودكتس, وابتدينا نتعاون مع كل الهيموفيليا تريتمنت سنترز في ان احنا نعالج البيشنتس بالاكستندد هاف لايف برودكتس. فابتدى الناس, وكان مهم قوي ان العيان يبقى ريجسترد علشان يبتدي ان هو ياخد ده او يتعالج بالفاكتور ده. فابتدى الريفيرالز ديزيز والريجستري بتاعتنا زادت من 2015 لحد 2018. بالنسبه للهيموفيليا احنا زي ما قلنا عندنا ال 4885, اقل من 18 سنه كانوا بيمثلوا اكبر برسنتج, حوالي 57.5%, وبالذات في الايج بتاع الاكتيفيتي الانكريزد اكتيفيتي من 5 to 13, وهو ده اللي جه فور دايجنوزس وابتدى ان هو اضاف للريجستري. وبرده بالنسبه للهيموفيليا بي نفس الكلام, عندي نفس الايج جروب ده اللي هو من 5 to 13 هو اللي اكبر, عندي اكبر عدد ريجستر. الانهيبيتورز عندنا برضو ابتدى طبعا with the help of Novo Nordisk ان احنا ابتدى عندنا we increase كل susceptible cases بتتبعت لينا لل Egyptian Society of Hemophilia, وبنبعت اللاب وبيروحوا يعملوا على طول ال تيست للانهيبيتورز. وعلشان كده الريجستري للانهيبيتورز ابتدينا نعرف مور كيسز بقت دايجنوزد, فعندنا الريجسترد 234 كيسز فور هيموفيليا اي اند 2 كيسز فور هيموفيليا بي. اللي بس دايجنوزد في 2018 كان 92 كيسز. الوضع الحالي بتاعنا ايه؟ عندنا طبعا الحمد لله دلوقتي في عندنا هيموفيليا تريتمنت سنترز, وي هاف اباوت 30 هيموفيليا تريتمنت سنترز اللي هم اور سنتر في الجمعيه, يونيفرسيتي هوسبيتالز, عندنا كومبريهنسيف كير يونتس موجوده في اليونيفرسيتي هوسبيتال, في الناشونال انشورنس, في مراكز متميزه, ناشونال بلاد بانك سنترز, فاكسيرا, شبراويشي سنتر. 8 out of these 30 are comprehensive care centers, يعني عندنا specialized hematologists, specialized nurses, physiotherapists, lab. يعني هو ال comprehensive care مهم جدا علشان العيان ياخد ال proper management. Out of more than 90% of the patients all over the country have access to hemophilia centers. The product availability, الحقيقة في very big improvement, وطبعا بنشكر التأمين يا دكتورة نجلاء جدا ان ابتدى دلوقتي فعلا الاكسس وابتدى يبقى فيه products كتيرة متنوعة موجودة. فاحنا عندنا البلازما derived concentrates وصلت ل 64% من الافيلبل برودكتس. في طبعا عندنا وفي ريكومبيننت وفي دونيتد هاف لايف برودكتس بيمثل 11.7%, الريكومبيننت 15.6%, الباي برودكتس طبعا اللي هم البلازما اند كرايو البرسنتج بتاعتهم بقت اقل. واحنا البلازما درايف برودكتس دول بيمثلوا اللي هم الفاكتور كونسنتريت والفيرالي انكتيفيتد اللي هو سولفنت ديترجنت كرايو اند بلازما برسنت. البروفيلاكسس لسه طبعا ما يعني للاسف ما مش قادرين
ان هو نعمم يبقى بروتوكول معمم, وبالذات حتى احنا طبعا ده مفروض حتى للتشيلدرن تو سيف ذم الهاسل اوف الميجر كومبليكيشنز. فعندنا بلو 18 في عندنا 4% من الكيسز are on prophylaxis في بعض اليونيفرسيتي هوسبيتالز وفي الناشونال هيلث انشورنس. Over 18 بيبقى less than, عندنا less than 1% on prophylaxis. Dose هنا احنا كلنا adopting اللي هو low dose prophylaxis 20 international unit, يا اما once or twice لو هو عنده breakthrough bleeds. الكوست طبعا and use of factor concentrate increased قوي في last 2 years. فعندنا التوتال وصل ل 64.5 مليون بالنسبة لفاكتور 8, لكن still فاكتور 9 is a major problem. مع ان عندنا عدد كبير لكن فعلا our patients of factor of hemophilia B are facing major problems. Plasma derived 54, most of the used concentrates هو plasma derived 54.5 millions, the recombinant about 10 millions, donated from the World Federation of Hemophilia بيصل قيمتها ل 8.475 millions. كان في study conducted under the supervision of the Egyptian Society of Hemophilia, لأن ده السؤال اللي كنا دايما بنتسأله, وعلشان نفكر how إن إحنا to adopt the new techniques, the new breakthroughs. إزاي لازم أعرف الكوست اللي عندي قد إيه عشان أعرف لو أنا هعمل proper prophylaxis وهحسن the quality of life بالنسبة للpatients ده هيبقى cost effective ولا لا. فلقينا ان في 2019 CL study G was conducted على 100 patients, كانوا patients من ال society اللي هم بييجوا to our center وفي two universities الكايرو and عين شمس universities, وخدنا السامبل يعني ايديا من السامبل دي. فلقينا ان التكلفه بتاعه the burden of hemophilia in Egypt بتصل ل 305 مليون, يعني حوالي 306 مليون بير يير. ال largest burden هي طبعا دي فيها التريتمنت وال واذر indirect costs. الاندايركت اللي هو بيمثل هنا ال days of absenteeism, ال days of losses of school and work, هي برضو دي لازم تتحسب. يعني غير التريتمنت, فلقينا ان التريتمنت بيمثل هو التريتمنت مع الكومبليكيشنز تقريبا 62% يعني 62% من الكوست ده, الباقي indirect يا اما في الترانسبورتيشن يا اما في تريتمنت اوف ذا كومبليكيشن. فلقينا ان اللارجر بيردن هو من الكومبليكيشنز. يعني انا اقدر اوفر لو انا عامل بروبر بروفيلاكسيس مش هيبقى عندي كومبليكيشنز. فايه بقى البروبلمز اللي هي انكاونترد في مصر؟ التريتمنت, الادكوت تريتمنت, بالذات الاكسس للتريتمنت لفاكتور 9, ان ادكوت تريتمنت للبروفيلاكسس مش قادره اعمل بروفيلاكسس, للاي تي اي لما يبقى عندي بروبلم وبردن بتاع انهيبيتورز, للسيرجيكال بروسيجرز, سيرجيكال بروسيجر از ا بيج تشالنج, للفيزيوثيرابي لان زي ما قلنا عندنا مسكوسكيتال كومبليكيشنز وعايزين فيزيوثيرابي, لازم اوفر بروفيلاكسس في وقت الفيزيوثيرابي. The few number of the comprehensive hemophilia treatment centers with the well trained comprehensive care team, لان مهم قوي ممكن يبقى عندي الكونسنتريت وما عنديش الويل ترين تيم.
lack of specialized labs with good experience for coagulation testing. وعلشان كده لازم كله بيجي سنترلي عشان يعمل اللاب تيستينج. وعلشان كده احنا through the gap problem عملنا training program للlab specialists, وفي عندنا كمان other programs للnursing وللjunior doctors. Lack of experience in many of the primary healthcare units about hereditary bleeding disorder management, which may delay the referral of the patient and hence delay of receiving a proper replacement treatment and adequate management. فزي ما الدكتورة نجلاء قالت بيبقى عنده سوس ديجيت ممكن ان انا الحقه في الاول يجيلي بمشكلة كبيرة. او ممكن السوس بليد ده هم يفتكروا انه السوس بليد ده acute appendicitis ويقولوا له يتفتح حالا ويلاقي بعد كده مشكلة فظيعة وعندنا patients they lost their lives بسبب انه هو القرار الخاطئ نتيجة لعدم وجود medical awareness. فour needs is raising awareness of hemophilia among primary care physicians and we encourage referrals to the hematologist for diagnosis and management. Training of nurses to be specialized in dealing with hemophilia. Training of lab specialists to increase the number of specialized labs. Implementing standard guidelines in all hemophilia treatment centers. ما يبقاش في سنتر عمال بيدي prophylaxis وحد تاني يقول له انا مش شايف obvious bleeding وما اقدرش ادي. يعني لازم كل المراكز تبقى لينا standard guideline. Collaboration between various treatment centers and encouraging referral for surgery. لو انا عندي ما عنديش feasibility الحاجة ممكن to refer to other center عشان العيان ياخد his proper care ولما يبقى diagnose يعني انا شاكك فيه او diagnose properly عندي I refer to the registry. Encouraging the low dose prophylaxis in order to save children with hemophilia from disabling complications. Adopting physiotherapy as an essential modality in the management to minimize disabling complications. Patient education and raising awareness about symptoms and complications among their families. يعني لا نهمل ولا كل حاجة أجري علشان أنقل الفاكتور. ولازم نبقى في معلومة واصلة لكل الpatients إن الفاكتور is not the only management. لازم مع الفاكتور بيبقى في الproper protocol اللي أدي بيه الفاكتور وإلا هيبقى عندنا waste عندنا resources لكن ما فيش proper management. So to summarize, the main pillars A, awareness, 1 and 2 and 3 and 4, awareness. Medical within doctors and the patients and families. Medical expertise, special comprehensive hemophilia treatment centers, implementing standard guidelines, access to effective, safe therapeutic regimens and products. Thank you. Thank you, Dr. Sonia, very much. And we'd like to ask Dr. Nagla Omar, who's running our big center for hemophilia, to see or to tell what is the needs you see. Thank you, Dr. Sonia, for this illustrative talk. And thank you for the Egyptian Society of Hemophilia for their great effort in improvement of hemophilia care in Egypt. I'd like to say that our main problem is mainly financial, nothing more than financial. We have all the expertise, we have all the doctors, we have everything, only the financial. And we never used to do ITI, but now the emicizumab will improve this step. We don't want to do it now. And the prophylaxis, our main need is to put the young patient on prophylaxis so that to avoid all these problems and the complications. Thank you, Dr. Sonia. Okay, thank you very much.